في رجاء. وأنا عاوز أقول لكل شخص يمكن مش مدرك عن شو بنحكي، أنا عاوز أقول لك بكل بساطة، الله بحبك، وإرادة الله أن لا يهلك أحد بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. الله يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. بس في مشكلة، هاي المشكلة هي الخطية، الفاصل، الحاجز. مكتوب بأجرة الخطية هي موت، أما هبة الله، عطية الله، هي حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا. فإذا الرب واقف على باب قلبك وعم بيقرع وعاوز يدخل لحياتك، أي كتاب بصراحة، أي وعد بالحياة الأبدية، أنا بتحداك قل لي وين الوعد بكتابك. الناس خايفة من عذاب القبر وخايفة من أبديتها ومن المجهول ومن لكن في الكتاب المقدس لما بتسأل المؤمن ولك أنا عندي حياة أبدية، لا مش كبرياء، مش لأنه يعني شيء فيي أنا، لا لا لا، محبة الله وخلاص الله، أنا قبلته، عطية الله قبلته بالإيمان على أساس نعمة الله من أجل أنا أخذتها النعمة، وعلى أساس ما فعله يسوع. طب شو اللي عمله يسوع؟ صار جسد ليه؟ مش عشان يكون سوبرمان يعمل معجزات ويظهر نفسه، لا، المسيح جاء حتى يموت عنك وعني بديل، مثل ما سمعنا إسحاق، يعني الكبش استبدل إسحاق، يكون بديل عنك وعني، حتى من خلال غطاء المسيح الله بينظر إليك في بر المسيح من نال الحياة. لكن أنا محتاج أعترف للرب بخطيتي، محتاج أتوب عنها، أقر وأتركها، عندها أرحم، محتاج أحط ثقتي وإيماني في يسوع المسيح. وهذا هو الرجاء المبارك، الحياة الأبدية والعيش مع يسوع المسيح إلى أبد الآبدين. هل تقبل هذا؟ الرب يباركك.